الحقيقة أننا جمعنا ملايين التوقيعات. إذا قلت أن وراء الملايين من جزائريين فأنا أعتبر أنني جمعت 40 مليون توقيع، يعني تعلم من بينها توقيع كنت يعني. لكن لا أخفيكم أننا في سبيل جمع هذه التوقيعات، معظمها، أقول معظمها لم نتمكن من التوقيع من التصديق عليه بسبب إجراءات بيروقراطية، إجراءات وعراقيل في بعض الأحيان أعاقت عملية جمع التوقيعات، ليس بالنسبة لي فقط وإنما بالنسبة للكثير من المرشحين. هذه المعوقات هي التي، رغم أنني يعني عندي 11 يوم فقط من اللي ترشحت، يعني لم أخذ معركة الترشيحات منذ شهر أو منذ شهر ونصف كما هو الشأن بالنسبة لباقي المرشحين، ومع ذلك تمكنا بحمد الله تعالى من جمع النصاب الذي يشترطه القانون.